معاون بنبقى أول بقوى الأمن الداخلي من غرفة أكيد. التحكم مروري، صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. أنت كمان تفضل. نعم، بداية بالنسبة للطرقات الجبلية، نعم. راح يكون عندنا طريق ظهر البيضة سيركي حاليا فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي. أوكي. طريق ترشيد زحلة عم تكون مقطوعة كليا. طريق مشهر جزين أيضا عم تكون مقطوعة كليا. نعم. هذا فيما يخص الطرقات الجبلية. بالنسبة لحركة سير على مداخل العاصمة عم تكون حركة جدا خفيفة للأسف. نعم. أخيرا نطلب من المواطنين عدم التوجه إلى الطرقات الجبلية قبل التأكد من حالتها، ومنذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على 1720. هذا كل شيء. صح، هذا كل شيء حتى شكرا لك المعاون الأول بقوى الأمن الداخلي مارون صائر من غرفة التحكم المروري.